السلام عليكم اعزائي المشاهدين حياكم الله بقناتنا وقناتكم قناه الملفكتري اليوم معنا المربي والحكم محمود المرشاد حياك الله ابو عبد الرحمن الله يحييك اخوي احمد اشكركم واشكر قناه أنا فاكتوري على اللقاء هذا حياكم الله وشرفتونا بمكان الله يرحم والديك ما قصرت الله يحفظك بدايه نشكر كوكو كافي. كوكو كاف على تقديم اللاتيه لنا وما قصروا اللاتيه اللذيذ هذا وبالبدايه نقول حق ابو عبد الرحمن ما شاء الله ابو عبد الرحمن مختص في فصيلة الاوزبك وما شاء الله متخصص صار له سنين كثيره وراح نتابعها ان شاء الله وياكم الحين وراح نساله وراح نعطيكم مواصفات الاوزبك الحقيقي كله بانواعه ان شاء الله وما راح يقصر ويانا ابو عبد الرحمن. ابو عبد الرحمن بالبدايه كلمنا عن بداياتك. والله البدايه احنا بحمام الزينه قبل الغزو لكن بعد الغزو تخصصنا بكذا طير. دشينا بالشمس الامريكي بحمام واجد كثيره منها الكينج والشمس الامريكي لكن حبينا الطير الاوزبك، صار له الحين تقريبا 13 سنة بالطير، عرفنا مواصفاته وهذا، والطير الحمد لله يعني عندنا بالخليج محبوب كلش الطير كهيئته وشكله العام، وطير يعني انتاجه مو مو سهل يبي له مربي متخصص فيه عشان يقدر يوصل للستاندر المطلوب، وانه يقدر يحقق طير اوزبك بشكل مناسب يعني مناسب حلو ابو عبد الرحمن كلمنا عن مواصفات الطير بوجه عام هو الطير اساسا الاوزبك م. من منطقه اسيا اسيا الوسطى تحديدا اوزبكستان م. احنا قبل ك... ال... عز... احنا نسميه الروسي الروسي لان كانت اوزبكستان تبع روسيا بعد أها. ما انفصلت الحين الاصح ان نقول ال... الطير الاوزبك لانها صارت دوله بروحها صارت دوله بروحها حلو, بروح. حلو. إيه نعم. وكلمنا عن مواصفات الطير مواصفات الطير او انطباع العام اللي يكون عندنا بالكويت المفروض انه يكون في روز اللي هو الدار اللي قدامه وشال ودائما يكون مثلا الرقبه مثلا عريضه وفيها ميلان للخلف يكون منقاره مطابق من يكون في سروال سرواله يكون بالبدايه ريشه صغيره يرجع للخلف لين يدش مع ريش الافخاذ او اللي نسميه احنا الهوك يكون داش كله مكمل بنص دائره مه. ويكون الجنحانين متصقين بالجسم فوق الذيل وهذه مواصفات يعني بشكل عام عن الطير بندش احنا عاد مواصفات الجزئيه عن الجزئية. كل اي إيه نعم الستاندر احنا نقول عنها اي الستاندر اللي نكون احنا عنها انزين وشنو المواصفات هذه؟ ان تكون العين مثلا نبدا مثلا بالروج انه يكون الروج اللي الامامي مه. يكون على شكل دائره مه. يكون بين العيون لقدام شويه ويكون طالع دار مدار الراس ما يكون مثلا نص دائره لازم يكون الروج دائري كامل الريش يكون متوزع على الراس بشكل كامل يكون الشل الخلفي فيه وردتين تمسك الشل لا يلزق لا يكون لازق بالراس ويكون على شكل صدفيه يكون منقار لازم من من طير الاوزبك لازم يكون المنقار العلوي مستدير على المنقار السفلي ويكون المنقار السفلي والعلوي متطابقين تماما لازم لازم يكونوا, لازم, يكونوا مسكرين صح ما يكون واحد اكبر من الثاني عشان يتم شكل الطير بشكل صحيح ويتم لازم تكون الرقبه العريضه بقاعدتها تميل الى الراس بانحناء بسيط الى لمن تلزق على الراس يكون الجنحانين ملتزقين لازقين بالجسم فوق الذيل فوق الذيل فوق الذيل, فوق الذيل. إيه. يكون لازم حجم الطير يكون كله بشكله وسط ما يكون صغير ما يكون اكبر من اللازم ويكون طريقه السروال والجسم والجنحان كله لازم شكل متناسق مو صحيح انه يكون الجسم صغير والسروال كبير او العكس صحيح م. لازم يكون شكل الطير وسط ومتكامل يعني وما شاء الله قلت لنا ان انتاجه انه شوي عسر بس ما شاء الله انا جيتك هني وشفتك ما شاء الله انتاجك ما شاء الله تبارك الرحمن انك نقول مسيطر عليه فكلمنا عن طريقه انتاجه. الحمد لله هو طير الاوزبك طريقه انتاجه لازم قبل لا تملك طير اوزبك صح؟ لازم يكون عندك انك تسميهم الحظان او العساس تكون خامه تكون حمامه ناعمه منقارها صغير عشان تقدر تنتج طير اوزبك. انا الحظان عندي صار لي تقريبا خمس سنوات لما كونت قاعده اقدر انتج منها طير أوزبك قبل طريقة الحضان ان اي حضان عادي او زاجل او اي حضان عادي راح يطلع لك فرخ احتمال يطلع فرخ واحتمال يذبح الفرخ اول ما يكبر لان الفرخ الاوزبك من صغير وكل ما كبر يعني من طوف اسبوعين عشرين يوم خلاص ما يقدر يعيش اي طير عادي لازم تكون حمامة ناعمة تكون حجمها مناسب تقدر تسيطر على الفرخ وتقدر تخليه يطب بشكل سليم يعني. وشنو الامراض اللي تحوشه؟ آه. هو الامراض نفس الامراض الحمام العاديه لكن طير الاوزبك بما انه منقاره صغير دائما يصير عنده التنفس ودمعه بالجفن الا اذا انت صاحبة تنظف على طول تشيل الريش اللي بالوجه حتى طريقه الحضان لازم على طول تنظف فوق المنقار من العس من يعسون الاهل سبحان الله يبقى باقي الاكل تحت الروز اني يعني دائما المربي اللي حريص على الانتاج لازم ينظف وينظف تكرم الخشم على طول عشان تقدر تسيطر ولا يحوشها تنفس ولا يحوشها اي التهابات بالجفن او بالعين او بالتنفس نفسه. ما شاء الله عبد الرحمن شفتك انك شاركت ما شاء الله بالكويت وبرا الكويت. تكلمنا إيه. كلمنا عن مشاركاتك بالكويت من البدايه نقول بالكويت. الكويت الحمد لله شاركنا السنه اللي فاتت واخذت الحمد لله تقريبا عشر عشر مراكز ما شاء الله من ضمنهم بعد المركز الاول بالحمامه الصفراء واخذت فيها الشامبيون على بطوله الكويت الحمد لله اه ما شاء الله تبارك الله اي نعم وبرا الكويت قلت لي انك حكمت برا الكويت اي نعم حكمت بدوله الامارات العربيه المتحده م. انا ويا زميلي الاخ وليد فابقي من مكه المكرمه اي حياها إيه الله اي الله يحييك وشنو وصلتوا ولا شنو شفتوا الفرق؟ بس اني قلت لي بالكويت ما تبي تحكم لانك انت بتشارك بالكويت اذا اذا انت بتشارك ما تقدر تحكم ما تقدر تحكم التحكيم لازم يكون محايد اي مشاركه اي بطوله اذا كان المشاركين مثلا من الكويت الافضل انه يكون الحكم برا الكويت عشان يكون محايد بين ال... واحنا ان شاء الله السنه هذه راح يتم بالكويت تقريبا بطوله الخليج كلها لان المشاركين راح تكون من عم... مشاركه من عمان م ومن الامارات ومن الكويت والتحكيم يعني ان شاء الله يعني يشوف دوله محايده يا السعودية يا البحرين أه. يكون تحكيم محايد فتم الخليج كله مشارك ان شاء, أه. شاء الله وان شاء الله انت عضو بال... بال... باللجنه اي نعم انا نفس. اي عضو بال وان شاء الله مجهزين شيء عاد والله احنا ال... في مفاجات ان شاء الله تكون بوقتها راح تشوفونها ان شاء الله ان شاء الله و... و... وان شاء الله بنيك حزتها وان شاء الله حياكم الله السلام مباركه اي و... والله حياكم. إيه وكلمنا شلون طريقه تجهيز الطير حق البطوله الناس هو عشان الحلقه راح تنزل قبل البطوله هنا. فعشان الناس تستفيد وتكون طيورها جاهزه حق البطوله هي تجهيز طير الاوزبك مم. او اي حمامه يكون فيها السروال إيه حيل يعني مو مو امر سهل مم. لان لازم اذا جيت بجهز طير يكون فيه سروال لازم تحسب وقت تاريخ انه يتم جاهزيه الطير قبل البطوله باسبوع خمسه ايام عشان تدارك مشكله السروال، لان الطير لما يكون سرواله جاهز كامل 100% قبل البطوله مثلا بعشر خمسة 15 يوم راح تعاني المربي شلون يقدر يسيطر على يعني انه يكون سروال كامل ليه وقت البطوله، لان اي ريشه تنكسر من السروال راح ترجع الب... تتعب المربي من اول جديد. ترجع يعني. من اول جديد والريشه يعني تقريبا تقعد من 45 ل 50 يوم عشان تجهز مه. ريشه السروال كامل اها يعني نقول احنا قبل البطوله ب 40 يوم الى 50 يوم 50 يوم يرش الطير لازم يرش رقم واحد ترشه عن القمل عن الدود لازم تسبح الطير عشان يومي هالشي يعني لا مو بيوم لو شكل اسبوعي حلو. يتعود على انه يكون الطير يسبح وبعدين يكون لازم انت بالخانه اللي موجوده لازم اقل شيء 15 سم دار مدار الخانه ما يكون في شبكه عشان ما يكسر ريش الذيل اه عفوا ريش السروال والذيل والجنحان كلهم انه ولازم تخلي له نفس قاعده اه بالنص الطير يريح عليها ويتعود مع الوقت كل ما كبر السروال يتعود والاهم بعد ان تكون اشاره خشب عشان نخص... ولا ريشة من الصروار ان شاء الله تنكسر آه. إيه. وكلمنا بال... بالنهاية شنو تنصح الناس لما يغتنون طيرك الاوزبك انا انصح يعني اخواننا المربين اللي بيدش بالاوزبك او اللي يعني حط اوزبك انه يستفيد من المربين اللي اقدم منه، نفس ما طريقتنا اول احنا ما دشينا، رحنا حق المربين اللي اقدم منه واستفدنا منهم بالخبره، واستفدنا منهم كل شيء، احنا الحين الحمد لله يعني صار الامور عندنا سهل بفضل الله ثم التواصل الاجتماعي اللي صار، الواتساب كل شيء الحين صار عندنا الحمد لله بعد الله سهل. و... والحمد لله السنه اللي فاتت ترجمنا ستاندر الاوزبك ترجمت ستاندر الاوزبك وترجمته الحمد لله وكان معي يعني واجد من ربعنا المربين الله جزاهم خير مثل اخوي علي البحريني مثل اخوي محمد الصحاف شاركوني بطريقه ترجمه الستاندر والحمد لله ترجمنا ستاندر وصار الامر الحين سهل يعني تقدر تعرف عيب الطير تقدر تعرف مواصفات الطير تقدر تعرف انطباع العام عن الطير فكانت الامر الحين سهل بعد الله يعني موجود الاوراق موجود الستاندر اي واحد حاب إن يستفيد منه انا حاضر ما م. عندي بقى. طب... وان شاء الله احنا ما راح نقصر وياهم احنا خذينا منك وراح نسوي عليهم سكان وراح ننزلهم ان شاء الله من ضمن الحلقه واهل لوزبك كبشر عليه ام. وان شاء الله ما راح نقصر وياه حبيبي ابو عبد الرحمن ام. وما قصرت يا اخوي على المقابله الحلوه هذه وعلى سلاستك لنا والله ارحم والديك وما قصرت يا حياكم الله الساعه المباركه بالعكس انتم اللي شرفتونا اه. واحنا طال عمرك تشرفنا بوجودكم والحمد لله احنا ودنا نفيد ونستفيد من هالهوايه هذه، هوايه كلبنا ان شاء الله احنا ربع وان شاء الله نكون أد... يعني عند حسن ظن الجميع ان شاء الله. الله يرحم والديك ويقصر اعزائي المشاهدين اتمنى ان كفينا ووفينا وياكم ومشكورين وان شاء الله راح نشوفكم بحلقات اخرى ونشكر كافيه كوكو كاف على اللاتيه الحلو هذا ونشوفكم ان شاء الله بحلقات ثانيه. السلام عليكم.